أعزائي الطلاب المرحلة الثانوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام. الدرس السابع، الجهاد في الإسلام. ما تعريف الجهاد؟ التعريف هو بذل المسلم جهده في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها. عدد شروط وجوب الجهاد: أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، رابعا الذكورة، خامسا القدرة المالية، سادسا الصحة وسلامة البدن، سابعا إذن الوالدين، ثامنا إذن ولي الأمر. عرف الجهاد بمفهومه الخاص. هناك كما تعلمون أن الجهاد له تعريفان، تعريف بمفهومه العام وتعريف آخر هو تعريف الجهاد بمفهومه الخاص. تعريف الجهاد بمفهومه الخاص هو حمل السلاح ومقاتلة الأعداء. متى يكون الجهاد بالمفهوم الخاص اللي احنا لسه ذاكرينه وهو حمل السلاح ومقاتلة الأعداء، متى يكون بهذا المعنى فرض عين مع الدليل؟ نعم، إذا شهد المسلم المعركة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثانيا، إذا نزل العدو ببلاد المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ثالثا، إذا استنفر الإمام المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا.